السراجة هي توارثتها من والدي، والدي يعني توارثها من جدي، وقديما يعني كانت إلى ما يقارب مدينة الحي يعني 40 سراج. ومن الأربعين زراعية بدأت أشوفه الانقراض، يعني قلوا هنا، واللي احنا اليوم الموجودين بقضاء الحي إلى 4 أو 5 نفرات. يبدأ أول مراحل اللي هي اللي يقوم بها النجار، فإحنا وراء هاي المرحلة نبدأ نغلفه، اللي هو نغلفه بالجلد الفطير اللي هو هذا، ونبسمره ثاني على ما ينشف يعظم. ونبدأ بعدين المراحل اللي نشتغله اللي هو بالجلد، الجلد الطبيعي اللي احنا نجيبه من بغداد. وبعدين نبدأ بعمل النجم أو الزغرفة مالته، واللي تعتمد على أشكال هندسية يعني. سرج الحيوي يتكون من خشب ويتكون من جليد ومن حديد الركابات، والعالم ترغب على الفرس. أول وحدة لا يعور الفرس، والخياد من يركبه يعني من يركب على السرج مرتاح، يروح وين ما كان مرتاح. والسرج الحيوي مشهور بكل العراق. السروج مو سوى هذا، هسه مثل هذا السرج ب70 ألف. السرج الحيوي يختلف، اكو ب400 واكو بمليون.